ما يمنع وصول الماء
هذه تسمى عندنا، لا أدري عندنا ماذا تسمى، تسمى عندنا بالمناكير، يعني منكرات كثيرة. فنقول لها لا يصح الوضوء حتى تزيلي هذه المنكرات، وبعد هذا يكون الوضوء صحيح. وضع المناكير كذا، نحن لا نتكلم عن الآن، نتكلم عن صحة الوضوء، مفهوم؟ نعم، قال رحمه الله: وهي عشرة من الإسلام العقل التمييز النية استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، انقطاع موجب الوضوء، استنجاء واستثمار قبله، ضرورية الماء وإباحته، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشر، دخول وقت الصلاة بحق من حدث مداع. نعم، دخول وقت الصلاة من حدث مداع، هذه المسألة يعني فيها نظر، وبعض العلماء يخالف فيها ونمررها وبعدها نأتي بها إن شاء الله تعالى. نعم. الله رحمه الله. الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء. فروض الوضوء أربع ذكرت في الآية: غسل الوجه مع النظر والاستنشاق، واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. تضيف إليها الترتيب والموالاة. هذه كانت ست. احفظها مثل اسمها. نعم، فروض الوضوء ست. نضيف إليها الترتيب والموالاة، لا بد أن ترتب عن مرتب الله. نعم، الموالاة وهي أن لا تؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، ويكون هذا في الغالب في أيام الصيف. مثال: أخذ الأخ هذا يتوضأ، وبعد أن تمضي واستنشق واستنثر دق الجرس، وأخذ يتحدث بالجوال، متى تنتهي الدورة؟ قد إن شاء الله تعالى تنتهي بعد غد، أرتاح لله الحمد وكذا وكذا وكذا، ثم أغلق الجوال يقدم، لا يعيد من جديد، لكن تبقى الجواب لا توقف تسمع عليه بعد دقائق، وأغلق وأكمل الأشياء، انقطع الماء فوجد إناء آخر فأخذ هذا الإناء وأكمل الوضوء لا إشكال، وهو يتوضأ وجد على يديه عجين، أخذ تسعين هذا العجين وأكمل لا إشكال، لأنه مشتغل بشرط الوضوء، مفهوم؟ الشيء اليسير يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا بقي شيء يسير هذا لا يضر، يعني الحمد لله وكذا، وتعرف احيانا يكون في يدي شيء من الصمغ او كذا، لا يذهب، ويبقى شيء يسير هذا لا يضر. بعض الناس تاتيك ويقول انظر الى هذه النقطه، اي نقطه؟ يقول هنا هنا، لا تضر، الشيء اليسير هذا مفهوم. هذا ما اخفى منه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وسياتي معنا أن الشريعة جاءت بقطع الوساوس، قطع الوساوس، نعم، ما لا يوجد في الشريعة فتح باب للوساوس، قطعت الوساوس كلها لله الحمد، نعم، قال رحمه الله: وهي ستة: غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، نعم، غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين، نعم، ومسح جميع الرأس ومن الأذنان، نعم، غسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة، نعم، ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، يعني الرأس مرة واحدة يمسح ولا يغسل، صفة الوضوء أن ينوي بقلبه، ثم يسمي بسم الله، ثم يغسل الكفين، غسل الكفين سنة إلا في نوم الليل، ينام بليل غسل الكفين يكون هنا واجب، وإن لم يغسل الكفين في نوم الليل وضوء صحيح، وإذا كان عالم بالحكم فهو آثم، يغسل الكفين ثلاثة ثم يأخذ أرفع حفنة من ماء بيده اليمنى، يتمضمض بأن يدخل الماء في يديه، ثم يستنشق بأن يسحب الماء بمنخره، ثم يستنثر بيده اليسرى أن يخرج الماء من خلي ويمج الماء بغرفة واحدة ثلاث مرات أو مرتين أو مرة واحدة، ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الدقن، هذا طول أو من منحنى الجبهة، منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الدقن طول، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عظم. هل يغسل ما استغسل من اللحية؟ نعم. ما حكم تخليل اللحية؟ أخذ شيء من الماء وأدخل اللحية أو يدخل الأصابع داخل اللحية؟ التخليل هنا في الوضوء إذا كانت اللحية كثيرة، يعني لا يرى خلط،
تريد هنا سنة. وإذا كان الخد يرى من ورق اللحية كما في خد الشعر، هذا التخليل لدي واجب، لأن المواجهة تكون باللحية وبما هو أسفل من اللحية. يغسل الوجه ثم اليدين ويخطب بعض الناس إذا رأوا القيام. عندما يأتي يغسل اليدين لابس الكفين، هنا غسل اليدين من أطراف الأصابع حتى يستوعب الرفقين ولا يشرح العرض. يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح، لا يغسل الراس، يبدأ بمقدمة الراس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ثم يدخل سباحتين في صماخي أذنين ويمسح بالإنهاء ظاهرا، ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ولا يشرح في الساق، ويخلل أصابع الرجلين بخمسين. هذه السنة، لأنه في الغالب أصابع الرجلين متلاصقة، في الغالب الرجلين تظل بحم على أوساط. نبدأ باليمنى ثم اليسرى، وبهذا قد ذكر باب الله الحمد من موضوعه. يأتي الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة التيمم، ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يضرب ضربة واحدة فقط ببعض الكفين على الأرض، سواء كانت من تراب أو من طين أو من رمل أو من حصى أو من صخر، ضربة واحدة فقط بسم الله، ضربة واحدة، ثم يضرب إحدى الكفين بالأخرى أو ينفخ فيه ويمسح ظاهر الوجه دون تخليل، وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى دون تخليل. ينوي يسمي ضربة واحدة ثم ينفخ ويضرب إحدى الكفين بالأخرى ويمسح ظاهر الوجه وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى. هذا ما يتعلق بصفة التيمم والله أعلم. الاغتسال، الاغتسال عندنا على صفتين، اغتسال كامل، أعلى اغتسال اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسال مسلم، سواء فعل هذا أو هذا، خرج، إذا خرج من هذا الاغتسال المسلم أو الكامل، يخطر ويصلي مباشرة ولا إشكال، بالصفة التي نذكرها بإذن الله، نذكر الاغتسال المسلم، المسلم أن ينوي بقلبه، ثم يسمي، ثم يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، ويتحقق من وصول الأصل من وصول الماء إلى أصل البشرة، ثم مع المضمضة والاستنشاق، ينوي يسمي يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. هذا اغتسال جزئي، خرج من هذا وسمي مباشرة. الثاني اغتسال كان مستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الفرجين ثم بعد هذا يغسل الكفين، وان كان فيهما اذى غسلهما بالتراب او بالصابون، ثم يبدا يصلي ويبدا يتوضا، يتمم ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل الوجه مع التخليل لحيه خفيفه او كثيره، ثم اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يغسل الراس ويروي بالماء مع الاذنين، ثم يغسل الشق الايمن ثم الايسر، ثم يغسل الرجلين مرة أخرى، يغسل الفرجين، ينوي، يسمي، يتمضمض، يستنشق، يستنثر، يغسل الوجه، اليدين، ثم يغسل الرأس ويروي بالماء، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم يغسل رجلين. لدينا بعض المسائل نذكرها، منها أسباب سجود السهو، هذا موجود. أسباب سجود السهو ثلاثة، هناك رسالة قيمة للشيخ الشيخ بن باز مبشر بن عثيمين رحمه الله، هذه رسالة في سجود السهو مهمة والله جدا، رسالة صغيرة جدا. أسباب سجود السهو ثلاثة، زيادة ونقص وشك. أسباب سجود السهو كم؟ زيادة ونقص وشك. نبدأ واحدة واحدة. الزيادة، إذا زادت الصلاة عامدا فالصلاة سهى، وقال الإمام حفظه الله إلى الخامسة، وقال الحمد لله رب العالمين، ثم تنبه أنه في الخامسة، ماذا يصنع؟ يقول يزيد في القرآن، لو زادت الصلاة باطلة والزيادة كانت عامدا، ماذا يصنع؟ يرجع مباشرة.
إذا لو زاد في الصلاة يجب عليه متى تيقن أنه قد زاد أن يرضى عن الزيادة، ولو تيقن أنه زاد ثم بعد ذلك زاد شيء فالصلاة باطلة. طيب هذه الزيادة. الثاني النمس. النمس ننظر هل النمس بالسنن؟ إذا نمس بالسنن لا إشكال، وإذا نمس بالواجبات وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع عليه وسجد للسهو. مثال الإمام جزاه الله خيرا يصلي بنظر، فالركعة الثانية سهم وقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، ما حكم التشهد الأول؟ واجب، والجلوس له كذلك واجب. تعمد الصلاة باطلة، إذا تعمد ترك واجب الصلاة باطلة. نسي ماذا يصنع؟ لا يرجع، إذا استتب قائما لا يرجع، فماذا يصنع؟ يكمل الصلاة ثم يسجد للسهو، لكن هذا انتقل الآن من مكان الواجب، لكن اعتبر أنه في التشهد الآن الأول بدل أن يقرأ التشهد قرأت التشهد الأول. واجب واجب الصلاة، بدل أن يقرأ التشهد أخذ يقول بحمد الله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين ثم تيمم. فماذا يصنع الآن؟ خرج مكان الواجب؟ لا، يقرأ التشهد في حياة الأقصى الطيبة. إذا الترك إذا كان السنة هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه من حيث صحة الصلاة، لكن مع الإرشاد إلى أنه لا يترك شيء من السنة. الترك للواجب عمدا مبطل الصلاة، سهوا وانتقل لا يرجع، لم ينتقل يأتي منه. الترك للغدر، الترك للركن، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى انه اذا ترك ركن من اركان الصلاه فالصلاه باطله، جهل او نسيان او عمد، فماذا يصنع؟ لا بد من الرجوع الى مكان ترك الركن، يرجع الى الركن. كل شيء فعل بعد ترك الركن لا غير معتبر، لانه جاء في غير موضعه. مثال صلى الركعه الاولى في صلاة ونسي الفاتحة وتذكر في الركعة الرابعة، إذا معنى هذا أنه يرجع إلى الأولى يكملها ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة، هذا الذي صلاه بعد ترك الفاتحة لا بد، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. يحدث هذا أحيانا، أين؟ أنت تعرف الآن ولله الحمد أحيانا يعني المساجد كبيرة جدا والناس تصلي في رمضان، أحيانا بعض المساجد تملى ويكون الناس مخالفة. الشيخ جزاه الله خيرا يصلي بنظر، نسي وترك التشهد الأول وقام، الآن هو أين؟ في الركعة الثالثة. الناس في التشهد، نعم، فمتى يتنبه المأموم؟ يتنبه عندما يقول الإمام الله أكبر، هو الآن راكع، فالمأموم هنا قائم الثالث، يتنبع عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فماذا يستعين؟ لا بد أن يركع، إذا لم يركع صلاة باطلة. قالوا تبع الإمام، قلنا لا بد أن تتبع الإمام وتترك الركعة، ولو لكن الإمام هذا إمامنا جزاه الله خيرا فقيه، عندما قام إلى الثالثة ماذا صنع؟ أراد أن يذبح المأمومين، ايش يسمع؟ يطيل ويخفض القراءة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبدأ الناس يقول ويقرأ بتأنب حتى هو يشعر ان الناس قد قاموا. بعد هذا يركع ويطيل خليفة الركوع، ثم عندما يرفع ويسمع طالب الحمد كذلك يطيل حتى ينبه الناس. أحيانا الإمام يكون السبب في بطلان صلاة المأمومين، حتى أحيانا يعني بعض القراء الآن يأتي ويقرأ ويختار له آيات، وهذا يبدأ يفكر أين يقرأ الإمام حتى يسجد صلاة. نعم، طيب زيادة والنقص، يبقى معنا الشك، وهذا المهم، الشك في كل العبادات ينقسم إلى قسمين، يا أخي بححفظ لا تكتب يا رب، ينقسم إلى قسمين، لا
بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو كان الشك 99.99%. كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا. الإمام جزاه الله خيرا قال: أنا أشك الآن، هل قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة أم لا؟ انتهت الصلاة؟ انتهت. قل لا تلتفت، قال شيخ قوي، قلنا لا تلتفت، لو رجع وصلى آثم. كبر الأخ، قال الله، ثم جاء إليه الشيطان، قال متوضئ؟ قال مالك؟ قال انتظر نراجع. دخلنا إلى المسجد، صلاة العصر، وبعد شرب الشاي، وبعد يفكر هكذا. أنت الآن عندما كبرت قلت الله أكبر، على ماذا؟ على أنك على وضوء. لو خرج قال أنا أريد أن أخرج وأتوضأ حتى أرتاح من هذا الأسبوع، إذا خرج فهو آثم. طاف 7 أشواط وصلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، عندما دنا من الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، والله أشك هنا أصلا ليس في السبب. لو رجع آثم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وعندها الشكوك تكثر. الشريعة جاءت من قطع الوساوس. نعم، جاء رجل ابن عقيل، ابن عقيل إمام، قال: يا إمام إني أنغمس في اليوم، يدخل ثم أخرج وأرى أنه بقي مني شيء لم أصبه معه، ماذا علي؟ قال: أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليه، مثلك لا يصلي. قال: ولم؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم. انظر إلى فقه الإمام، خير بين أمرين: ترك الوسواس أو ترك الصلاة وهو مجنون. وما والوساوس تكثر 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 حتى يوسوس في كل شيء. نعم، واستيقظ في اخر الليل وايقظ الزوجه، قال: ماذا حدث؟ قال: اسمع، انا والله اشك في طلاقك. قال: لا، ما بقي لها. قال: اسمع، انا اريد ان ادفع الشك باليقين، انت طالب طالب طالب. يقول الفقهاء رحمه الله: طلاق هذا ما يقع، وسوس. سئل احد الصحابه رضي الله عليهم: ما بال اليهود والنصارى لا تاتيهم وساوس في عباداتهم؟ اليهود والنصارى ما عندهم وسوس ابدا ابدا، لا تاتيهم وساوس في عباداتهم، لانه يقول في سروالهم وسوس المال. قال: لا تاتيهم وساوس في عباداتهم. لماذا؟ قال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخلل، اعمالهم كلها خراب، ايش يصنع فيه؟ لكن اعمالك لانها اعمال يريد يفسدها عليك الشيطان بالوساوس، وسوس لك حتى في ذات الله سبحانه وتعالى. فاذا وجدت هذا اعلم ان هذا دليل على صريح الايمان، لا تلتفت الى الوساوس اطلاقا. طيب، هذا خارج العبادة، لا تلتفت للوسوس. جاء الوسواس، لا، الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا تلتفت إليه، داخل العبادة نمر. كثير الشك داخل العبادة لا يلتفت إليه. دائما أقول، دائما عندما أصلي ركعتين أشك في الركعة الثانية، هذه السجدة أو سجدتين، نقول: أنت وسوس. تجعلها دائما سجدتي. قال: لعلي صاحب الباطل الى صاحب شيء. سجدتي، لانه كثير الشكوك. قليل الشكوك يبني على ما ترجح اليه. ماذا ترجح اليه؟ قال: ترجح انها 3 ركعات ويجعلها 3 وتوابع السدس، ترجح انها 4 يجعلها 4، يعني لا يبني داخل على الاقل، لكن ان لم يترجح لديه شيء يبني على الاقل. مفهوم؟ متى يسجد؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ ابن سعد رحمه الله، هذا تعرف أنت بالاعتبار حال الأئمة اليوم حتى يصبح الشيخ.
الاشكال من المصلين دائما يشعرون السجود قبل السلام، ويقول يا صحيح قبل او بعد السلام، هذا الشيء الامام عبد الرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه الله. ماذا يصنع اذا سهى في السهو؟ سهى في سجود السهو، يعني الان سجدت اليدين، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الاصل الان من يسلم قال التحيات لله، فماذا يصنع؟ اجتمع الكسائي وابو يوسف بن رشيد. الكسائي عالم في النحو والطب، وابو يوسف عالم في الفقه. فقال ابو يوسف ان كل من اتقن العلم يستطيع ان يفتي في كل العلوم. سبحان الله، يتقن في النحو ويفتي في الفقه، هذا معنى؟ لا، هذا الكلام يقول الكسائي. الكسائي قال كل من اتقن علم من العلوم يستطيع ان يفتي في باب العلوم. غضب ابو يوسف رحمه الله فقال لا، قال بلى. فقال ابو يوسف رحمه الله الكسائي رحمه الله جميعا، قال ما تقول في من سهى في السهو؟ قال لا سهو عليه. قال استدل على هذا من النحو. قال المصطفى لا مصطفى، صار في المسألة لكن أخطأ، لأن كل من أدخل علم يفتي في بقية العلم. نعم، يبقى معنا إزالة النجاسة، هذا هو أخبرنا مهم جدا. أولا أن الوساوس في الطهارة كثيرة ونسأل، يعني تأتي أسئلة كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعفى عن يسير النجاسات وارتاح. إنه بعض الناس يقول أحيانا في دورة المياه كذا انتظر ربع ساعة، والبعض يقول ألف حول المسجد وأصنع كذا وأتنحنى وأقفز وأعصر وأصنع، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قال عندي سلسكوب، تنظر فيه ليس من سلسكوب ولا شيء، تخرج من نقطة. يقول شيخ الإسلام أن هذه النقطة تخرج من أثر غسل الذكر بالماء. وإن يعني اعتبرناها أن نقطة بول قد يعفى عنها ولا إشكال فيها، مفهوم؟ طيب، إذا سقطت النجاسة على الثوب ماذا نصنع فيها؟ عندنا إزالة النجاسة عن اللباس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، مخففة، متوسطة، مثل العمر. مغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات ولهن بالتراب انتهينا. النجاسة المخففة يجزئ فيها النضح، النضح هو رش الماء فقط، رش الماء تنتهي. النجاسة المتوسطة لابد فيها من غسل، وهو رش الماء زائد عصر، يعني سقطت على ثوب الشيخ نجاسة، ايش يصنع؟ يرش عليها الماء ويعصرها ويدخل يصلي ولا اشكال. النجاسه المخففه المذي وبول الغلام الذي لم يكن الطعام، والمني مع انه طاهر ينضح اذا كان رطب، واذا كان جاف يحك. مفهوم؟ ثلاثه اشياء: المني طاهر الدم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان رطب نضح بالماء رش عليه الماء، واذا كان جاف يحك. هذا الاول. الثاني بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني رأى الطعام علم به، فهذا لو قال عليك على ثوبك ترش الماء. والثالث المني سائل لزج ليس له لون كالماء، يخرج عند التفكير او ما الى ذلك، نجس. ناخذ الوضوء، تغسل الذكر والخصيتين حتى انقطع الخارج باذن الله. وإذا سقط على الثوب يكفي فيه النضح، أي رش الماء فقط. ما عدا المغلظة المخففة نجاسة متوسطة لابد فيها من الغسل، رش ماء زائد العصر. نعم. قال رحمه الله: يستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفضل من ذلك مرة واحدة. نعم، الفرض مرة واحدة، فماذا تصنع؟ تنوع.
هذا يا رب هذا يا رب هذا يا رب. وقيمة الصلاة والطهارة واحد. تعرف أن بقي عن الأذان الإقامة ثلاث مرات ومرتين متنوع بين العبادات. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء وهي ستة. الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين من القبل أو من الدبر. ذكر من كان أو أنثى. بول، غائط، مني، مذي، ودي، دم، ريح، حصى، ديدان. كل شيء يخرج من السبيلين ناقض الوضوء. نعم. الخارج الفاحش النجس من الجسد. الصحيح أن الخارج الفاحش من الجسد غير ناقض إلا إذا كان من جنس البول والغائط. لكن لديه جرح وهذا الجرح يخرج منه غير مصري هذا لا يضر. نعم. زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. ناقض الوضوء. الصحيح أن النوم غير ناقض الوضوء لكن هو مظنة بخروج به. فإذا كان تشعر بنفسك يعني هذا الأخ نوم جالس في القفص على أبو شيء من المعاصي تشعر قال نعم أشعر أسمع كل شيء إذا لم ينتقل وإذا قال لم أشعر بشيء انتقل. نعم. مس الفرج باليد قبولا أو قبولا هذا هو المس بغير حال. أما هذا لا يعد مس أصلا. فالمس يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستحب له الوضوء لكن إن خرج منه شيء فأصبح ناقض الأمر خارج إلى المس. قال رحمه الله وأكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل لحم الجسور أقرب أكل لحم غنم بقر دجاج لا إشكال. نعم. والردة على الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم لأنها الصلاة والسلام محفوظة لكل الأعمال. قال رحمه الله تنبيه هام أما غسل الميت فالصحيح أنه لا يقبل الآن ما الفائدة من معرفة النواقض؟ كل ما يأتي لك أحد بشيء غير هذه الأمور التي ذكرناها لك رحمه الله تطلب غير النواقض. بس المرأة فالنواقض تغسيل الميت غير النواقض كذا تقول غير النواقض مفهوم؟ نعم. فالصحيح أنه لا يقبل الوضوء وقول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت إذا الغاسل فرج الميت بغير حال وجب عليه الوضوء لأنه يعد هذا من المس المس الذكر. نعم. والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حال. نعم. سوف يأتي معنا الآخر في خطبة ويرفع يديه ثم بعد هذا يجي. نعم. وهكذا مس المرأة لا يقبل الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قوله العلماء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتين النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قوله العلماء. نعم هذا فيه أن ما جاء في الكتاب والسنة لا يمكن أن يمثل الكتاب والسنة ذكر ما يستقبح هذا في يقول إرشاد للعلماء أنهم يختاروا الألفاظ الشرعية ولا يتكلموا الألفاظ الصوفية مفهوم والله يريد أن يتوب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال أهل التفسير أي في شأن النساء تذكر له النساء كما تحمل. نعم. قال رحمه الله وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. قال رحمه الله الدرس الخامس عشر التحلي من أخلاق المشروعة لكل مسلم. نعم هذا أخبارنا مهم جدا وهذا الذي يشغل منه بعض الناس اليوم ولابد أن العقيدة تفهم على سنة العقل وعندنا بعض الدول انتشر فيها الإسلام بماذا؟ بخلق أهل الإسلام.
قال ومنها الصدق الأمانة للعباد. الصدق والعبادة. الصدق يصدق مع الله ويصدق مع عباد الله. نعم. الأمانة. الأمانة ضد الأمانة الخيانة. العفاء. نعم. الحياة. الحياة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبعض الناس أمان الله إياهم أحيانا يقول يا أخي لا تستحي. لا يستحي. الحياة لا تأتي إلا بخير. ماذا تقول له؟ تقول لا تخشى. الشجاعة، الكرم والوفاء، النزاهة عن كل ما حرم الله، حسن الجوار، مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها. قال رحمه الله الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام. السلام إفشاء السلام على من عرفنا وعلى من لم تعرف. نعم. البشاشة. البشاشة لأنها صدق تتصدق بها على نفسك. نعم. الأكل باليمين. الأكل باليمين حكم الأكل باليمين واجب، والأكل بالشمال كبيرة من كبائر الذنوب. إخواننا طلاب العلم لا يصح، والله أعلم، أن واحد منهم يعني يسأل مثلا ما حكم الذبح لغير الله محبة متعينة، تقول لا يجوز حرام، لا يصح هذا. تقول هذا الشرك الأكبر المخطئ من الملة. تخوف. ما حكم الغيبة؟ يقول لا تنبغي، حرام، لا تجوز. لا، تقول كبيرة من كبائر الذنوب. مفهوم؟ إذا لابد أن تحدد الشيء. الرياء تقول يسير الرياء شرك أصغر وهكذا. هذا طالب العلم. حدد المسائل وخوف. نعم. وما نفسك بالآيات إلا تخويف. قال الشرب بها. الشرب بها كذلك. الشرب باليسار كبيره من كبائر الذنوب. لانه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما استطعت فما رفعك في صلاة والسلام. نعم. التسميه عند الابتداء. التسميه عند الابتداء الطعام. والحمد عند الفراغ. واذا نسى باول الطعام قال ما تتذكر بسم الله اوله واخره. نعم. الحمد عند الفراغ. الحمد بعد المقاس. الحمد بعد المقاس. عبس أحمد الله تشمل تقول له الحمد لله ثم يجيب الدين الله استحباله. نعم. تشمل العاطس إذا حمد الله. إذا حمد الله. إذا لم يحمد الله تتركه إلا إذا كان جاهل حديث عن الإسلام تعلم. نعم. وعيادة المريض. عيادة يقول عيادة يعني تعود وتكرر عليه الزيارة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. العيد ياتينا مره في كل عام ويخصص زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر في كل عام فيعود المريض متى؟ اولا ياتي في وقت الزياره ولا تلوم عندنا ولا يقدم قبري لنا ولا يذكر لنا الموت ويقول لا مستقر ان شاء الله ويذكر لنا المفاعل وما الى ذلك كما ذكرنا بنفسه. نعم. واتباع الجنائز في الصلاه والدفن. اتباع الجنائز زيارة القبور. الزيارات للقبور ثلاثة: شرعية وبدعية وشركية. الزيارة الشرعية ألا يشد بين الرحم وأن ينوي بهذه الزيارة ذكر الدار الآخرة وأن ينوي بهذه الزيارة دعاء له وللأموات. فإنما دعاء الأموات هذه زيارة شركية وإنما دعاءه عند الأموات هذه زيارة بدعية وألا يأتي بمحرم في زيارة. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب وارتاح. نعم. قال رحمه الله الآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. نعم يعني نقدم الرجل اليمنى ونكتب الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار. واحد له حق الكبير والصغير والذكر والأنثى والحقوق متبادلة. نعم. التهنئة بالمولود والتبليغ بالزواج والتعزية في المصاب. التعزية يقول في المصاب يعني غير المصاب ما يعزي يعني المصاب عليه السلام واحد عنده ولد رعاة ومفسد وكذا ومات وفرح هذا بموت الابن هل يعزي؟ هذا أبكر ما يذكر الشيء. يقول لا يعزى المصاب في
قال رحمه الله: الدرس 17: الحذر والتحذير من الشرك وانواع المعاصي. يقول: لا بد من الحذر، تحذر على نفسك وتحذر غيرك من الشرك الاكبر الاصغر والبدع والكبائر والمحرمات والمنكرات. ومنها السبع المغلقات. السبع المغلقات المهلكات، وستاتي معنا باذن الله تعالى في كتاب التوحيد. الشرك بنوعين، الاكبر والاصغر. نعم. وهي الشرك بالله السحر. والسحر ساتي معنا باذن الله تعالى في كتاب التوحيد. قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي حرم الله اربعه ما تقتل، انتبه: مسلم ومعاهد وذمي ومستأمن. مسلم معروف، معاهد بيننا وبينه معاهد، ذمي يظل تحت خلافة الدولة المسلمة ويدفع الجزية. الرابع من نعطيه الأمان، جاء للتجارة أو جاء حتى يتعرف على الإسلام، خرج بهذا الحرب. نعم. قال رحمه الله: أكل الربا. أكل الربا، شرب الربا، لبس الربا. المهم أخرج يا إخوان، نصيحة يقولها الشيخ الفوزان حفظه الله، يقول: احرص قدر المستطاع على ألا تقرب منك، قدر المستطاع. نعم، قدر المستطاع. نعم. قال رحمه الله: أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه ولم يبلغ، ماتت الأم والجد والجدة، هذا ليس اليتيم. مفهوم؟ واحد مثل الآن، هل أنا اليتيم؟ لا، لأنه بعد البلوغ لا أصبح يتيم. نعم. التولي يوم الزحف. التولي أي الفرار، يوم زحف الجيوش للجهات في سبيل الله. والآن طالب العلم مجاهد. نعم. ويجاهد إعلاء كلمة الله ويعلم الناس التوحيد، هل تفر يوم الزحف؟ كبيرة وكبيرة. نعم. قال رحمه الله: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات، المحصن المسلم عفيفا أو غير عفيفا، هذا الذي يذكر الشيخ عثيمين رحمه الله، ما تقذفها حتى ولو كانت تتصور عافية والسلامة غير عفيفة، وإلا حد تبرك. هذا من باب أولى. الرجل فلا يمكن إخواننا اليوم إطلاق الأحكام على الأشخاص، هذا نرجع فيه للعلماء وقتها. نعم. قال رحمه الله: حقوق الوالدين. نعم، حقوق الوالدين. قطيعة الرحم. قطيعة الرحم، يعني الآن صلة الأرحام كيف تكون؟ يرجع فيها إلى العرف، فكل ما عدها العرف أنه صلة بسيطة ما لم يخالف الشرع. مفهوم؟ مثال: هذا الشيخ مقيم في الكويت وأهله في دولة أخرى، فكيف يكون واصل؟ هو يتصل على والدتي حفظه الله ويقول: سلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. لا يستطيع أن يتصل على الكل، على خالاته وعماته، حتى لو يتصل قال: يا ولدي ماذا تقول؟ لماذا يعني تتعب ما تتصل؟ انت واصل بالاتصال. فالوالده تكلم هؤلاء عندما تلقاهم تقول: والله ولدي يسلم عليك، قال: جزاك الله خير، واصل. لكن هو يعرف انه اذا حصل عنده مثلا وفاه وكذا لابد من الاتصال، ويعرف اذا رجع لابد ان ياتي بشيء من الهدايا او من الحلوى او من كذا. لكن هذا ما لم يخالف الشرع. مفهوم؟ فإذا كان خالف الشرع، ذهب الشيخ جزاه الله خيرا إلى المدينة فأوصى نسأل، قال: أريد أن تحفر لي تربة البقيع. مفهوم؟ قال: مفهوم. وإن لم أنت قاطع يا ولد. أقول: لا، ما أعرف المخلوق في معصية الخالق. فهل هذا يعد عروق؟ لا. نعم. شهادة الزور. الله أعلم. شهادة الزور هي التي قال عنها الشيخ الأمين الشبيلي رحمه الله عندما سئل من
طالب من طلاب الشريعة في السنة الرابعة، طالب في الجامعة الإسلامية في السنة الرابعة يسأل الشيخ الأمين الشقيق عشارة الزهد، قال ما تعرف عشارة الزهد؟ قال هي التي تأخذها إذا تخرجت. ليس معنى هذا أن كل طلاب لا ويدرس الشيخ الجامعة، هذا في السنة الرابعة ويعرف عشارة الزهد، مسلم تسأل ما هو الإسلام؟ لا يدري. شهادة الله لا يدري. هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول؟ لا يدري. شهادة أن مسلم شهادة زور. قال رحمه الله: الأيمان الكاذبة. الأيمان الكاذبة، وسيأتي معنى بإذن الله تعالى في كتاب التوحيد أن الله سبحانه وتعالى قال: واحفظوا أيمانكم، تحفظ اليمين ابتداء لئلا تحلف إلا وقت صادق. إيذاء الجار. إيذاء الجار ولو كان كافرا. ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. يقال والله أعلم، زمن الصديق رضي الله عنه كان القاضي عمر سنة كاملة لم يأتي أحد. لمعنى الخليفة الصديق، القاضي عمر، الرعية صحابة الله، كل واحد يعرف الذي له والذي عليه، لا نحتاج إلى رب الله. فالله الله يعني هذا ظلم الناس، كن عبد الله مظلوم ولا تكن عبد الله ظالم. شرب المسكر لعب الثمار وشرب شرب المسكر مخدرات ومسكرات وعادوا افساد ابناء المسلمين. ثم قال لعب الحمار. بعض الناس يقول نحن ما نلعب الحمار، لا موجود كثير جدا في هذه الايام الاتصال على الرقم 700، ما ادري عندهم اتصال على الرقم كم، يعني مسابقه تتصل وقد تربح مليون، تتصل ياخذ منك في الاتصال حتى تذكر له المعلومات وكذا دينار، مثلا دينار 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 يجمع 20 مليون دينار، والجائزة مليون واحد قمار. فهؤلاء اللي يلعبون الكرة هدى الله غيره، نعم هدى الله غيره، هدى الله الجميع بشكل شيء. 10 فرق، كل فرقة تدفع 100 دينار، 100 100 100 100 100، من يأخذ الفائز؟ أول مركز الأول، مركز الثاني، مركز الثالث، والبقية خسر. هذا قمار موجود موجود صحيح؟ أي نعم. طيب قال رحمه الله: الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة، لا تقول فاكهة النساء عند النساء حتى عند الرجال، بعد الرجال إلا من رحم الله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه، قال له فلان يقول في كذا وكذا وكذا، فماذا قال الحسن؟ لو جاء اليك انسان قال تقول الخبيث حسبي الله الله كذا وتسب، صح؟ فقال له الحسن لا بد ان اكون على هذا بل احسن شيء، فقال له الحسن رحمه اما وجد الشيطان رسولا غيره ترسول ابليس. نعم. قال رحمه الله: غير ذلك من أن الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: في الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه وذكره. نعم. الصلاة على الميت والتجهيز والتكفين بإذن الله تعالى نأخذها غدا في الدرس عامل إن شاء الله تعالى، لكن نريد منكم بارك الله فيكم يعني المراجعة من الاختبار هذا إذا تأتين به الدروس المهمة، ثم يعني تحضر لنا يعني تقرأ كيف يكون التفصيل والتفريق، لأنك يا أخي قد تضطر أحيانا، لا تقول عندنا جمعية تقصر والإمام، أنك قد تضطر إلى أن تفصل بيتك، أنت لعلكم يعني مرت يعني بكم
حسنات وكذا، الحمد لله يعني رفع الله عنه وكذا، فقد يضطر الانسان الى ان يغسل ميتا، فماذا يصنع؟ يقول لا اعرف او يتركه بلا تفسير ولا تكفين. تعلم اخواننا امر سهل جدا، وباذن الله حتى نتعلم كيف تصنع وكيف ترفع الميت حتى تموت وحدك. تصنع كل شيء وحدك ولا اشكال باذن الله. كيف تحمل، كيف ترفع، كيف تضع، كيف تكفنه، وتدفن باذن الله. طيب والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.